صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الاثنين 28 ايار مايو 2012. بيسعدني رحب بضيفنا باستوديو عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عمار حوري. صباح الخير دكتور. صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. اهلا وسهلا فيك. يا اهلا. اسمح لي دكتور ببداية الحلقة قبل ما ندخل بكل المحاور ان نوجه التعزية لعائلة الاستاذ الكبير نصير الاسعد، اللي فعلا من عاصر نصير الاسعد رأى فيه بيكا يساريا وبيكا ليبراليا، يعني قد ايه في يكون في تناقضات بثلاث مصطلحات. رحم الله نصير الاسعد، اللي انا يعني اول تدريب صحافي كان بجريده المستقبل على يدي نصير الاسعد، وتحيه له ولعائلته ولعائله ريال المستقبل. اسمحي لي ضم صوتي لصوتك، لانه فعلا اليوم افتقدنا كبير من كبار القلم فعلا، وكبير من كبار الاخلاق، وكبير من كبار الثقافة والمعرفة. فعلا خسارة كبيرة بنصير، وأنا بدي أقدم اعتذاري على الهواء. أنا بسبب وجودي معك اليوم بالحلقة فأثرت بواجبي لنكون بمثنيناتنا، يعني عم نقوم بواجبنا كمهن كمهنة. وأستاذ نصير يعني الله يرحمه كان بيقدر حتى بالظروف الأبد. فمن هون يعني أنا ببادلك نفس المشاعر، بنوجه التعزي لعائلته الصغيرة ولعائلته الكبيرة اللي هي كبيرة كتير كثير بمحبتها له، الله يرحمه. أهلا وسهلا فيك دكتور عمار حوري. رح يكون حوارنا معك يتركز على ما الذي جرى في قضية المخطوفين، ما هي معلوماتك آخر معلومات عن متابعة الرئيس سعد الحريري لهذا الموضوع، والذي يقال بأنه الاتصالات السياسية بينه وبين رئيس بري انقطعت فلا معلومات من الجمعة الماضي. البعض يقول بأن الرئيس الحريري توعد الجيش السوري الحر والثوار السوريين إذا لم يفرجوا عن المخطوفين، إضافة إلى أكيد الملفات السياسية من الحوار وموقف تيار المستقبل من طاولة الحوار وكل الملفات في الداخل والخارج. لكن اسمح لي بداية أن ننتقل إلى زميلتي كاترين حنا وموجز لأهم الأخبار. مشاهدينا برحب فيكم ونبدأ حوارنا مع عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عمار حوري. دكتور، بداية من قضية المخطوفين إبراهيم الزعبي وانسحابه من المفاوضات أو من لعب، يعني البعض يعتبره وسيط، البعض يعتبره متورط بعملية الخطف، واعتبر أنه دخلت هذه القضية بالدهاليز السياسية مشان هيك وانسحب. هل فعلا دخلت قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا دهاليز السياسة اللبنانية والسياسات والمفاوضات السياسية؟ خلينا نرجع نأكد على ثوابت في هذه القضية. أول ثابتة هي أن هذا الملف هو ملف وطني بامتياز، وملف يعني كل اللبنانيين بطوائفهم بمذاهبهم بأطيافهم السياسية بانتماءاتهم المناطقية والجغرافية، وهذا الملف لا يخص مجموعة دون أخرى. لذلك منذ اللحظة الأولى ورغم قساوة هذا الملف حظي بإجماع وطني عريض في مكان ما، شكل بارقة أمل وشكل مساحة التقاء ما بين اللبنانيين. اثنين، في تسلسل السياق واضح أن وزير خارجية تركيا قام بسلسلة من الاتصالات ومن ضمنها اتصال بالرئيس سعد الحريري اللي أبلغوا فيه أنه هني يعني المخطوفين في أمان، وبناء عليها الرئيس سعد الحريري قدم طائرته الخاصة لنقل يعني المخطوفين المحررين يفترض. وبعدين تابعنا باللحظة الأولى تعقيدات لوجستية مثل ما استعمل الطائرة كانت بقبرص ما فيها تروح مباشرة عاد إلى بيروت إلى آخره. وتم نفي، يعني في خبرية كمان طلعت أنه رئيس سعد الحريري سيكون معهم على نفس الطائرة، طبعا نفيت هذه الخبرية. بموازاتها طالما عم نحكي ثوابت، الرئيس سعد الحريري قام ويقوم باتصالات ولا يقوم بمفاوضات، لأن الرئيس سعد الحريري لا فاوض خاطفين ولا في تواصل مع الخاطفين، هو قام باتصالات خيرة للمساعدة وطبعا لا يزال. فيما عدا ذلك، هالكم من التكهنات وادعاء المعرفة من قبل البعض من هذا الفريق أو ذاك، بعتقد أنا لا يخدم الملف. مين بيعرف يعني بلبنان، يعني مثل ما حضرتك عم تقول انه في ناس عم تقوم باتصالات اكيد مع دول ومع جهات دوليه ممكن طبيعي. يكون لها دور باي مفاوضات مثلا مثل تركيا التي ظهرت نفسها بشكل المفاوض والوسيط، مع سوريا ممكن يكون في تواصل كون كل يعني عمليه الخطف تمت على اراضيها.
لكن شو يعني مين اللي اليوم فينا نقول انه بالجهات اللبنانية بيعرف خبر؟ بالمنطق، بالمنطق اليوم مصدر الاخبار هو الاتراك. بالمنطق، لانه هيدني عم يعملوا التواصل المباشر، القنوات المرور هي عبر اراضيهم، وانطلاق المحررين يعني باذن الله بعد ما يتم تحريرهم كمان من مطار تركي حينطلقوا. فمنطق الامور هو هم الاتراك، منطق انه هن المفروض مصدر الاخبار من عندهم. هلا على هامشها هون بيطلع استنتاج، هون بيطلع معلومه، بعتقد ما لازم نروح بعيدا في يعني في التعليق على كل جزئيه من الاخبار. يعني مضطرين نتحلى بربضة الجأش مع التقدير الكامل لمشاعر اهالي المخطوفين. انا يعني ابدي تعاطفي الكامل معهم. للحقيقه ازمه صعبه ودقيقه، واللي عم بيعانوه من الانتظار هو انتظار ثقيل وانتظار قاسي وانتظار هو يكفيهم الانتظار، يعني على انه ان نضيف اليهم المزيد من المعلومات والمعلومات المتضاربه. يعني صحيح. فكره الانتظار هي فعلا وصعوبه الانتظار هي بتتخطى كل انه اضافات عليها، انه بلحظه من اللحظات كلنا شعرنا انه اللقمه وصلت للتم، انه خلص اوشكوا يعني حيتحرروا، حيوصلوا بعد ساعه، لا بعد ساعتين، يعني هيك كان الانطباع. انا بعتقد يعني رأفه اولا باهالي المخطوفين، ورأفة بالحقيقة ما لازم نروح بعيدا بالتشاطر بالتحليلات والاستنتاجات وإعطاء مواقف معينة. اللي عنده خبر مؤكد يقوله، اللي ما عنده خبر مؤكد ما بيجوز أن يتلاعب بمشاعر وخاصة أهالي المخطوفين. نعم، يعني قبل ما انتقل للزميل مالك الشريف، كما يرد على الشاشة الرئيس سليمان يدعو للحوار في 11 حزيران المقبل الساعة 11 قبل الظهر في قصر بعبدة. رح ندخل إلى ملف الحوار، لكن اسمح لي بداية أن ننتقل إلى زميلي مالك الشريف الموجود في على الحدود التركية أو في تركيا عموما، حيث يقوم بجولة بحثا عن الأخبار والمعلومات عن اللبنانيين المخطوفين. صباح الخير مالك. صباح الخير نانسي. نعم مالك، يعني هل في معلومات اليوم؟ بالأمس كنت عم تحكي عن معلومات يعني قليلة ترشح بين الحين والآخر، بعضها يطمئن، بعضها يعني يتحدث عن استمرار المفاوضات. آخر معلوماتك لصباح اليوم؟ فعليا بعد كل أخبار الليلة التي جاءت نوعا ما مطمئنة قرب الحدود، لا زال الوضع على حاله منذ بعيد منتصف الليل وحتى الآن. أنا حاليا موجود في اسطنبول لمتابعة المواقف السياسية بعد أن خرج إطار التفاوض من المعلومات المتضاربة إلى حديث محدد، إلى مطالب للخاطفين. حتى الساعة تمثلت بإطلاق عدد من الموقوفين لدى النظام السوري ووقف القصف في المنطقة المتواجدين فيها، إضافة إلى بعض المطالب الأخرى. هذا من خلال ما تبلغت أنا شخصيا من أحد الوسطاء الذي يتواصل مع الجهة الخاطفة. على كل حال، هذا الموضوع يشكل نقطة تضارب في المعلومات، كثرة الوسطاء ويعني هذا الكم من الوسطاء هو الذي يصعب من أمور هذه الوساطة بحسب ما قال لي الوسيط. فيعني في لبنان، هناك في لبنان أكثر من طرف يتفاوض مع هذه الجهة، الحكومة التركية تتفاوض في لبنان، هناك بحسب ما يقول أنه أكثر من طرف سياسي يعمل لحل هذا الموضوع في تركيا. الحكومة التركية، الجيش السوري الحر يحاول عبر وساطة معينة التفاوض وليس بشكل مباشر، المجلس الوطني السوري وإنف هذا الموضوع، لكن تتحدث المعلومات عن محاولات عبر وسطاء للوصول إلى الخاطفين. فإذا كثرت هذه الوساطات، إضافة إلى عدم تنظيم الفريق الخاطف هو الذي يعني يضيع هذه المعلومات، على اعتبار أن الفريق الخاطف ليس بقيادة أحد وليس له كلمة واحدة، هناك مجموعة هي التي خطفت، مجموعة غير منظمة بحسب ما ترددت المعلومات منذ اليوم الأول، هي مجموعة غير منظمة، وبالتالي يصعب اتخاذ قرار واحد داخل هذه المجموعة. على كل حال، في المحصلة ما تأكد حتى الساعة هو أن المخطوفين لا يزالوا بأمان وسلام، الجميع بصحة جيدة. هذه الأخبار منذ حوالي الساعة، وهذه الأخبار تقاطعت من أكثر من مصدر، يعني حتى لدى الجانب التركي هناك تأكيد أنه حتى الساعة المخطوفين بصحة جيدة،
وهم في منطقة آمنة موزعين على بشكل أفراد وليس مجموعات. هذا ما قاله الوسيط لي عبر يعني بعد محادثته الأمس مع الخاطفين عبر الاتصال. موزعين عند الحدود السورية التركية بشكل مجموعات. من يعمل بالوساطة لم يعلن حتى الساعة. كل ما تحدث أو كل ما أعلن حتى الآن عن وساطات تظهر إلى العلن ثم تختفي ثم تظهر، هذه كلها بحسب عدد من الأشخاص أو من الأفرقاء التي تسعى للوساطة هي غير صحيحة. فمن يعمل بالوساطة حتى الآن لم يظهر، كل هذه الوساطات لم تظهر للعلن كي لا تحترق. نعم مالك، بما يتعلق بال يعني المطالب، مطالب الخاطفين، هل حددت مثلا بمطالب مادية، بمطالب سياسية، بمطالب تبادل مع يعني كما حكي تم الحديث بداية عن تبادل مع النظام السوري؟ يعني فعليا كما أشرت لك ليس هناك من أي مطالب مادية. أكثر من فريق يتفاوض مع الخاطفين أكدوا ليس هناك أي مطالب مادية وإنما مطالب سياسية. تحددت المطالب في الأطر السياسية منذ منتصف ليل أمس وحتى اليوم باتت الأمور أكثر وضوحا. المطالب مطالب الخاطفين وإن كانت في اليومين الأولين منتفية تماما، لم يكن هنالك من مطالب، ولكن بحسب ما أكدوا لي أن كثرة الوساطات دفعت بالخاطفين إلى الطلب وزيادة الطلبات. كلما مر الوقت كلما زادت طلبات هؤلاء الخاطفين. الطلبات اليوم تنحصر بإخراج المعتقلين من السجون السورية وعدم قصف المنطقة التي يتواجد فيها هؤلاء الخاطفين، إضافة إلى بعض المطالب السياسية الأخرى كدعم بالسلاح ويعني من ضمن هذا القبيل. ولكن يعني المطالب الأساسية تتركز بإطلاق الموقوفين وعدم تعهد بعدم قصف المنطقة الموجودين فيها في محيط الحدود السورية. يعني اليوم اللبنانيون مأخذون كرهائن للتفاوض مع النظام السوري. فعليا هذا يعني هذه هي محصلة الوساطة الأخيرة التي تظهرت نتائجها أمس ليلا بعيد 9:30 ليلا. نعم مالك، أخيرا يعني هل من توقيت مثلا أو نقطة صفر أو ساعة صفر يضعها مثلا الأتراك تحديدا الذين يقومون بهذه الوساطات؟ يعني هل من لحظة بلغت للخاطفين بأن هذه الساعة ستكون ساعة الصفر ولا عودة إلى الوراء من بعدها؟ لا شيء محدد حتى الساعة. حتى الجانب التركي من خلال تواصلي مع الخارجية التركية، عدد من مستشاري وزير الخارجية التركي يقولون لسنا نحن الجهة الوحيدة التي تفاوض، وبالتالي لسنا نحن من نعلن هذا الموضوع. المعلومات لا تزال حتى لدينا في بداياتها. كل ما نعلمه هو أن المخطوفين بصحة جيدة والمفاوضات تسير على قدم وساق وإن لم تصل حتى الساعة إلى خواتيمة. ليس هنالك من تحديد للوقت كي لا تتكرر تجربة يعني قبل ثلاثة أيام، ما حصل قبل 3 أو 4 أيام في بيروت من احتفالات وإعلان بالإفراج عنهم ثم تبين أن الموضوع لم يحصل. بحسب الأتراك وبحسب الجانب السوري المعارض هنا في تركيا كاد أن يحصل الموضوع لولا كان هناك قصف مركز على المنطقة الحدودية السورية التركية حال دون خروج المخطوفين الذين كادوا أن يصلوا إلى الحدود. اليوم الجانب التركي يقول لست أنا من أحدد نتائج أو مواعيد نهائية على اعتبار لست أنا الوسيط الوحيد ومعلوماتي لا تزال شحيحة في هذا الإطار. أيضا الأفرقاء الآخرين يعني أكان جيش سوري حر أم حتى مجلس وطني سوري أم حتى شخصيات أخرى تعمل على خط التفاوض، هي جميعها تؤكد أنها لم تصل بعد إلى نتيجة حاسمة. مطالب الأمس قلبت الأوراق جميعا على اعتبار أنه في المرحلة الأولى لم يكن هنالك من مطالب، كان الموضوع هو تأمين ممر آمن لإخراج هؤلاء المخطوفين. اليوم أصبحنا في مطالب ومطالب سياسية من النظام السوري. نعم الزميل مالك الشريف من تركيا واليوم من اسطنبول تحديدا، شكرا جزيلا لك مالك. وطبعا كل المعلومات وكل التفاصيل سيوفينا بها مالك الشريف مباشرة من تركيا فور ورودها إليه. يعني دكتور حوري، في بعض المعلومات، هل من تعليق على ما جاء على لسان زميل يعني مالك؟ طبعا لازل نأمل بالآخر خير طبعا، بس لازالت استنتاجات ومعلومات أحيانا متقاطعة وأحيانا متضاربة. برجع بأكد أنا اللي قلته، يعني علينا أن نتمسك بالمعلومة الأكيدة وأن لا نذهب بعيدا يعني بالاستنتاج إذا كانت المعلومة مش أكيدة. طبعا الأستاذ مالك محترف يعني ويعمل طبعا للمعلومة الأكيدة.
طيب يعني اليوم بمثلا جريدة الأخبار بما نشرته بأنه الرئيس يعني الرئيس سعد الحريري، وبناء على مصادر لصحيفة الأخبار، الرئيس سعد الحريري هدد الجيش السوري الحر وتحديدا الثورة السورية بوقف التمويل عنها في حال لم يسلم الخاطفون. إلى أي مدى عنده قدرة الرئيس سعد الحريري فعلا أن يشكل تهديدا على الخاطفين بوقف التمويل عنهم؟ تعرف يعني ما أصف أن تكون صياغة الخبر فيها اصطياد بالماء العكر. يعني الخبر شو عم بيجرب يقول؟ إنه الرئيس سعد الحريري يدعم ماديا الثورة السورية وهو على تواصل مع الخاطفين. طبعا هذا كلام لا أساس له من الصحة. نحن موقفنا السياسي واضح، نحن متعاطفين تعاطف كامل مع مطالب الشعب السوري، يعني الدعم اللي عم يتقدم هو للنازحين السوريين هنا في لبنان، ولا علاقة لنا مباشرة بالداخل السوري. هلأ لذلك أنه يعني صياغة الخبر هي الهدف منها مكان آخر. يعني لا يمكن القول اليوم أن الرئيس سعد الحريري هو وسيطا في هذه العملية؟ لا، من أنا قلت بمقدمة حديثي الرئيس سعد الحريري يقوم باتصالات ولا يقوم بمفاوضات. بعدين الرئيس سعد الحريري منه على التماس مع الخاطفين، هو على تواصل مع او اتصالاته مع جهات سياسيه، مثل ما قلنا تركيا وربما غير تركيا من عواصم القرار. ولكن صياغه الخبر عم تحاول يعني ان تذهب الى مكان اخر وهو غير صحيح. هل يعني بالقراءات اليوم والتحليلات الكثيره بهذا الموضوع، البعض بيقول انه كان اريد من هذا الفعل ان يؤدي الى فتنه سنيه شيعيه، مشان هيك تدارك اللبنانيون هذا الامر عبر وحده تجلت في مثلا تقديم او اقتراح الرئيس سعد الحريري تقديم طائرته لاعاده المخطوفين الى لبنان، موافقه حزب الله على الامر، اشاده السيد حسن نصر الله به، هذا الوحده الوطنية اللي تجلت يعني حتى نعم. تحولت نكاتا يعني انه نعم. مثلا النائب عمار حوري على تلفزيون المنار و و و يعني هيدا المشهد هو كان فعلا اريد من عملية الخطف اثارت فتنة في الداخل اللبناني؟ بغض النظر اذا عملية الخطف نفسها كانت بالمباشر مقصود منها فتنة او بغير المباشر، يعني نتيجتها ستؤدي الى فتنة، انا بعتقد كلنا نذكر موقف الرئيس سعد الحريري منذ اللحظات الاولى، مش الساعات الاولى، اللحظات الاولى، وموقف رئيس كتلة المستقبل رئيس فؤاد السنيوره كمان باسم كتلة المستقبل، وموقف أنا بعتقد كل اللبنانيين، يعني لم أسمع موقفا آخر سوى استنكار عملية الخطف وسوى إدانة عملية الخطف، وكل واحد منا بطريقته حاول يقدم أي يعني إضافة إيجابية بيقدر يقدمها لمعالجة هذا الملف. ما في شك أنه التعاطي مع هذا الملف كل اللبنانيين أظهروا حكمة، أظهروا بعد نظر، وأظهروا أنه الفتنة أمر خطير وأمر واجبنا كلنا نتجنبه وما بيجوز ننساق له. وبعد الحمد لله نحن اليوم في منطقة يعني أفضل بكتير من قبل، وبإذن الله هذا الملف حين ينتهي بنهايته السعيدة نحصن أكثر وأكثر يعني هذه المناعة ضد الفتنة وضد يعني بعض أمراض مجتمعنا اللبناني. ايضا يعني بالقراءات اللي كانت عم بتقول انه نتيجه هيدي يعني الالتفاف اللبناني حول قضيه المخطوفين، هيدا يعني هذا المشهد لم يرق للخاطفين الذين يعني ارادوا بدايه من الخطف تشويش الساحه اللبنانيه ونقل زعزعه الاستقرار الى لبنان. قد ايه هذا الكلام كمان منطقي؟ يعني انه بس شايفوا انه لا توحدوا اللبنانيه قرروا ما يسلموا المخطوفين. هلا ما بعرف يعني ما في معلومات، ولكن انا بالجزء اللي يعنينا هو بتعاطينا مع هذا الملف بعد ان احنا كلبنانيين تعاطينا برقي، تعاطينا بالتزام وطني كبير، فوتنا فرصه الفتنه وفوتنا فرصه يعني مزيد من تفسخ مجتمعنا اللبناني، وهذا هو المهم. يعني ليس المهم اذا كان الاخرين شو بيريدوا لنا بلبنان، اهم ما يريد الاخرين هو ما نريد نحن يعني كلبنانيين. وفعلا انا بعتقد في هذه التجربه وحتى الان نجحنا، وان شاء الله مع استكمال يعني النهايه السعيده لهذا الملف بنأكد نجاحنا كلبنانيين في هذا الملف. يعني برجع بقول بالسياسي بحق لنا نختلف قد ما بدنا، ولكن بالامور الوطنيه الكبرى بالامور الطائفيه والمذهبيه لا يجوز ان نختلف. يعني السياسي اكيد بتفرقنا بلبنان، ولكن لازم تجمعنا
الأمور اللي فيها التزام وطني، اللي فيها الابتعاد عن وتر الطائفي والمذهبي، لأنه هالأمور هاي حسمناها بالطائف وما بيجوز بعد الطائف أن نعود لها. طيب هيدي البداية، يعني البداية كان مشهد إشادة يعني تبادل الإشادة، البداية كان مثلا توقف الرئيس سعد الحريري عند عيد المقاومة والتحرير وثنائه يعني، وحتى توجه تحية للشهداء. كل سنة يوجه بيان رئيس الحريري بعيد المقاومة. بس بهيدا الانقطاع اللي كان يعني لافت انه في فعلا يعني اعادة تواصل ولو عبر البيانات يعني او عبر الاتصالات. بس لسبب اساسي عيد المقاومة والتحرير يخصنا كلنا كلبنانيين، هو منه لي طيب. لفريق معين. الحوار ايضا بيخصكم كلبنانيين طبعا. الرئيس سليمان اعلن اليوم بانه موعد بدايه او انطلاق طاوله الحوار رح يكون 11 حزيران المقبل الساعه 11. هلا هذا في كمان ربما انه هيدي بين ازدواجيه 14 و8 اذار، فينا نلعب 11 اذار يعني يكون، بس 11 حزيران قديش هو اذا الباب يعني الطرفه كان ما تكون 11 الساعه 11 يعني بنوفمبر. لا بس منيح حبيبي. هل قد بدك تبعد بالعكس بالعكس بالعكس. طيب كيف اليوم سيستجيب او هل سيستجيب تيار المستقبل ويتجاوب مع دعوه الرئيس سليمان لطاوله الحوار؟ نعم. طبعا ملف هام جدا وحجرب انا لخصه بافكار محدده. بدايه نحن كقوى 14 اذار نحن اهل حوار. ونحن على مدى كل الازمات اللبنانيه المتعاقبه ك 14 اذار دائما اثبتنا انه يدنا ممدوده، ودائما اثبتنا انه نحن اللي نؤمن باسلوب الحوار ولا نؤمن باي اسلوب اخر. اثنين، في تشرين 2010 الفريق الاخر خلينا نتذكر هو الذي اوقف الحوار وتمنى عن حضور جلساته. نتذكر تماما بتشرين 2010 الفريق الاخر بكامله باستثناء الرئيس بري اللي قال يومها انا جاي احضر كرئيس مجلس نيابي مش بصفته السياسية كرئيس حركة أمل. وكان قبلها بلش تعطيل عمل الحكومة في ذلك الوقت بخصوص الملف اللي أسمي ملف شهود الزور، ونار عكسوه على طاولة الحوار. فإذا النقطة الثانية، من أوقف الحوار؟ الفريق الآخر هو الذي أوقف الحوار. والسؤال لماذا أوقف الحوار؟ وليه اليوم الفريق الآخر يعني رجع بخبرنا أنه بده يستأنف الحوار؟ ثلاثة، في مقررات أخذها مؤتمر الحوار السابق منذ 2006 وحتى اليوم والفريق الآخر تعهد بتنفيذها ولم ينفذ منها شيء. يعني مش الفريق الآخر، كل الأفرقاء اللي كانوا على طاولة الحوار تحديدا بما يتعلق بسلاح المخيمات أو سلاح تنظيم سلاح في الداخل، سلاح خارج المخيمات ونظم من الخارج. نعم، سلاح خارج المخيمات يومها تعهد حزب الله يوم على لسان سيد حسن بالمؤتمر الحوار بمعالجة هذا الملف خلال 6 أشهر. مثل ما وقتها صار تعهد بقصة ترسيم وتحديد الحدود وقصة مزارع شبعة، وأنه كمان نحط يوم ترسيم وتحديد لتسهيل معالجة هذا الملف. عموما بالنقطة اللي عم قولها أنا هلأ، كل هذه القرارات السابقة تاعت الحوار لم ينفذ منها شيء. السؤال طيب، هالحوار المقررات اللي ما تنفذت تاعت الحوار بدنا نروح لمحل كمان نكتب حبر على ورق؟ أربعة، نحن أطلقنا كـ 14 أذار قبل أيام مبادرة، ومبادرة من 5 عناوين أحيي قدامي هون. العنوان الأول منقول تمسك اللبنانيين بمشروع الدولة والمؤسسات الشرعية وبميثاق الطائف والدستور. ما بعتقد في 2 لبنانيين بيختلفوا حول هذا العنوان. ثانيا، حكومة إنقاذية حيادية في خدمة اللبنانيين جميعا. هلأ برجع لها لأنه هي محور نقاش. ثالثا، استكمال الحوار الوطني بشأن السلاح. يعني مين اللي عم يطرح الحوار؟ نحن. كل السلاح الخارج عن سلاح القوى الشرعية النظامية في لبنان. بمعنى جدول أعمال الحوار معروف شو هو كان، أنجزناه كله فيما عدا عنوان واحد هو السلاح. يعني الحوار المنطق أن يستأنف لمعالجة هذا العنوان. أربعة، التأكيد على دور الجيش بصفته المؤسسة الضامنة للوحدة الوطنية. نحن أصرينا على وضع هذا العنوان في هذه المبادرة نظرا للغط اللي حصل بالفترة الأخيرة حول هذا العنوان. نحن نحكي عنه. نعم. خامسا، إبعاد لبنان عن سياسة المحاور الإقليمية والدولية. طيب. وبالمنطق يعني نظريا ما عم نختلف كلبنانيين، عم نختلف بالأداء لما بموضوع المحاور الإقليمية. خليني أرجع لموضوع
الحكومة الإنقاذ الحيادية اللي قبل ما ندخل بحكومة الإنقاذ، يعني اليوم هذه المبادرة تقدمت فيها حتى الرئيس بحسب يعني جدول أعمال الحوار وضع السلاح وتحديدا الاستراتيجية الدفاعية والانتهاء من الاستراتيجية الدفاعية في يعني مقدمة البنود لطاولة الحوار اللي هي دعا لها في حزيران المقبل. ليش اليوم يعني البعض بيقول أنه أساسا تيار المستقبل مش بس حزب الله لم يقدم استراتيجية دفاعية لليوم؟ يعني انتم كتيار مستقبل وكحزب الله الطرفين الوحيدين اللي ما قدموا بعد استراتيجيه دفاعيه. ما شغلتنا نحن نقدم استراتيجيه دفاعيه. طيب يعني ليه ما حلفائكم قدموا وكل شخص شغلته يقدم استراتيجيه؟ الاستراتيجيه يعني الدفاعيه اللي بتحددها جهات عسكريه، بس نحن شو بنحدد كلنا؟ بنحدد الاطار السياسي لإلها. يعني نحن اطارنا السياسي واضح، عم نقول قرار السلم والحرب يجب ان يكون بيد الدوله اللبنانيه. وأمرة السلاح مطلق سلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية، هذا الإطار السياسي. هلأ تفصيلها مش شغلتنا، مش نحن، هذا اختصاص يعني المفروض عسكريين بيتابعوا هذه هذا التفصيل. ليش تيار المستقبل لليوم ما قدم استراتيجيته؟ ما هذا اللي عم أقوله أنا. بس مثلا ما هني بالآخر منن عسكر اللي على الطاولة، اللي على الطاولة هني قوات وكتائب و... الإطار السياسي قدم الحر قدم يعني حتى المستقلين قدموا. بطرس حرب الوزير الوزير السابق بطرس حرب أيضا قدم قراءته يعني إضافة إلى قدموا أكثر قدموا يعني قراءة أو قدموا رؤية. ليش أنتم ما قدمتوا رؤية؟ بس استراتيجية نفسها بحد ذاتها، استراتيجية نفسها بحد ذاتها بيشتغلوها عسكريين. نحن لا، الرؤية قدمناها، الإطار تاعنا مثل هذا اللي عمله بهالنقطتين، قرار السلم والحرب بيد الدولة وأمرة أي سلاح بيد الدولة اللبنانية. طيب بس ما حزب الله يقول هون أنه قرار السلم والحرب أساسا ليس بيد الدولة اللبنانية، هو بيد الكيان الإسرائيلي. يعني في نحن ولا مرة وكل عنا قرار سلم وحرب بلبنان. لا نختلف يعني. نختلف لا في أمرار كتير يعني نتذكر كلنا كلام السيد حسن بمؤتمر الحوار 2006 لما قال نحن مقبلين على صيف هادئ، حيكون في عنا موسم سياحي طيب، ونحن أصلا بالجنوب يعني ما عنا النية للقيام بأي عمل. طبعا حصل ما حصل قبل 2006 بموضوع يعني العسكريين الإسرائيليين ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. لا نحن مختلفين على تفسير هذه النقطة. إذا بتحب نرجع لموضوع ليش عم نحكي موضوع حكومة إنقاذ حيادية، نحن اليوم هذه الحكومة الحالية متفقين بالظروف اللي إجت فيها، إجت بقرار من النظام السوري وبتنفيذ على يد حزب الله، وإجت هاي الحكومة على أثر انقلاب شهير حصل ب 11 كانون الثاني 2011، ويعني القصه كلها عارفين القمصان السود والى اخره. هو على اثر يعني تغيير ديمقراطي كان في اكثريه انتقلت الى مكان اخر، يعني ما حدا حط يعني ما حدا ما صار لا انقلاب عسكري ولا انقلاب امني. كل ما جرى ان النائب وليد جنبلاط والرئيس نجيب ميقاتي والوزير الصفدي اللي هن كانوا بشكل اكثريه معين انتقلوا الى مكان اخر. هذا هو انقلاب ديمقراطي، حصل انقلاب ديمقراطي يعني انقلاب ديمقراطي، ولكن حصل طبعا دعم لاحقا بوهج السلاح من خلال القمصان السود، دعم لاحقا فيها القمصان السود ساهمت بتشكيل الحكومه، يعني الانقلاب اسقط الحكومه الماضيه واجى القمصان السود بوهج السلاح دفعوا باتجاه تشكيل هذه الحكومه، برجع بقول طبعا بقرار من النظام السوري وبتنفيذ عليه حزب الله. بس هون كمان يؤخذ عليكم دكتور دايما انه بتصوروا انه الفريق دايما انه كل الاشخاص اللي بياخذوا خيارات سياسيه بحياتهم انه تحت الضغط، وهذا الامر كمان يسيء الى اشخاصهم. يعني حتى حين وضعت لائحه الغدر او قائمه الغدر ووضع اسم النائب وليد جنبلاط بعدين خرجتوا يعني ليتبرروا هذا الامر، لكن هون في اساءه انه النائب وليد جنبلاط اللي تحت ضغط الاغتيالات اذا بدنا نقول اللي كانت بال 2005 لم يهب الموت يعني ولا هب الاغتيالات، وكان عم بيقلب الموقف اللي هو النوعي ويعني الاستراتيجي اذا بدنا نقول بتقلباته كان بوقتها. ليش اليوم بده يعني يعتبر انه نائب وليد جنبلاط بس لبسه حزب الله قمصان سود قرر انه يقلب؟ كمان هذا في اساءه للاشخاص. خليني اقول شغلتين، لائحه الغدر ما نحن وضعناها، هلا يمكن ناس عاديين بالاعلام انحطت، بس نحن لم نضع لائحه غدر وما استعملنا هذا التعبير، مش بادبياتنا نستعمل هذا التعبير. اثنين، نائب وليد جنبلاط هو اللي حكي عن حفظ يعني السلم الاهلي اذا جاز التعبير بدءا مما بعد 7 ايار وصولا الى ما بعد الانتخابات النيابيه، لانه بيعتقد بهذا الاسلوب يعني ياتي باستقرار. وهذه بوابه حديثي انا عن الحكومه بعنوان الاستقرار.
الرئيس نجيب ميقاتي بالبيان الوزاري تاع الحكومة وبجلسة البيان الوزاري خبرنا أنه عنوان هذه الحكومة هو الاستقرار. هذا العنوان الأساسي، أنه هذه الحكومة أتت لتحفظ الاستقرار اللبنانيين. عظيم. هذا الاستقرار اللبنانيين برغيف الخبز وين صار؟ انسرق رغيف الخبز تاع الناس، ما هي؟ بالكهرباء وين صار؟ يعني بوضع ما بصير لا عدو ولا صديق. بالمحروقات وين صار؟ كمان بمحل. بالخليوي وين صار؟ بالنمو الاقتصادي وين صار؟ كنا 8.5% صرنا على دون 1.5%. بالأمن وين صار؟ بالأمن وين صار؟ خاصة بالأشهر القليلة الماضية وصلنا لمحل يعني الكل تابع وضعنا الأمني كيف هو. بعلاقاتنا مع الدول العربية وين صرنا؟ في 4 دول أساسية اليوم عربية منع رعاياها يجوا على لبنان وطالب من اللي موجودين يغادروا، يعني بمعنى بالملف السياحي طبعا أخبارنا كمان ما بتسر حدا. بمعنى آخر حكومة وكأنها عم تحرق البلد. إضافة لكل هذا حكومة هي تمثل فريق ما بتمثل يعني. هلا هي اسمها حكومة أكثرية يعني ما كان اسمها حكومة وطنية يعني بعد تجارب حكومات الوحدة اللي أيضا الوضع بالبلد ما كان أحسن من هيك يعني كمان نكون منطقيين يعني صحيح. ما كان لبنان نعيش بنعيم وفجأة لقى اللبناني حاله بوضع يعني غريب عليه. تمام. يعني إذا كانت الأمور معقدة لهذا الشكل ذهبنا أكثر تعقيدا وتشكلت حكومة فريق، يعني هذه كمان فوق الطين بلة إذا جاز التعبير. نحن عم نقول إذا عم نحكي بلغة إيجابية وبدنا نروح لحوار ينفذ، وهذه الحكومة أثبتت ما قدرت نفذت ولا شيء. أولا قراراتها شحيحة نتيجة الظروف المعروفة، وحتى القرارات الشحيحة اللي اتخذت تنفيذها تقريبا غير متوفر. تنفيذ قرارات هذه الحكومة تقريبا غير متوفر. لذلك كله شو عم نقول، نحن عم نقول مش بدنا نروح لحكومة ل14 أذار، ولا بدنا نروح حكومة وحدة وطنية حكومة كلنا نفوت سوا فيها. عم نقول حكومة محايدة، حكومة إنقاذية. محايدة على شو؟ يعني شو يعني أنا اليوم الناس اللي فعلا ما عم تقدر تفهم شو هو عنوان حكومة محايدة؟ يعني حكومة محايدة لا تعني حكومة لا لون لا طعم لا رائحة. مين يعني حكومة محايدة؟ يعني مثلا وزير الداخلية الحالي مروان شربل بتصور شخص مقبول من كل الناس على سبيل المثال. مين في رئيس حكومة اليوم في يكون مقبول من كل الناس بالأسماء اللي ممكن كتير؟ طبعا مش حفوت أنا بلعبة الأسماء، لا بس ما هو حتى الناس تعرف أقل هو رئيس الحكومة مين بده يكون. ممكن هذا العديد من الأسماء اللي لا مش هعطي أسماء، بس ممكن العديد من الأسماء اللي تحظى بقبول من الطرفين. يعني مش عم بقول أنا اسم يكون مقبول من عنا ومش مقبول من حدا، لا لا عم بقول مقبول من كل الناس. والنقطة الأهم ليش عم نقول حكومة حيادية حكومة إنقاذية؟ لأن هاي الحكومة بدها تشرف على الانتخابات المقبلة بعد سنة. بعد سنة في عنا انتخابات، في إعداد لهذه الانتخابات. الانتخابات هي مش يوم الانتخابات بس، يعني إعداد طويل عريض يسبق هذه الانتخابات. نتخيل هذه الحكومة اللي يعني أدت ما أدت ومن كيدية ومن تصرف بانحياز كامل ومن يعني حتى وين تجلت هذه الكيدية والتصرف بالانحياز؟ يعني وين بينت عندكم انه كانت كيدية؟ البعض بيقول انه هذه الحكومة هي التي حافظت على 14 اذار اكثر ما حافظت 14 اذار على نفسها. أداء الوزراء وحافظت على اشخاص مثل يعني قادة الاجهزة الامنية اللي هن يعتبروا كانوا ذراع اليمين يعني للرئيس سعد الحريري، حافظت عليهم وتركتهم بمكانهم حتى نعم. بالقضاء بقي المشهد على ما هو عليه، يعني حتى بالتعيين، حتى بكل الخطوات اللي ممكن تغير مشهد في البلد لم تقدم عليها هذه التعيينات الأساسية تقريبا بعد ما قدرت عينت هذه الحكومة. بس عم بحكي أنا بكل وزارة بوزارتها حجم الكيدية اللي عم تحصل بتقريب الناس المحسوبين عليها وإبعاد الناس اللي هن الناس مشهد لهم بكفاءة مش بالضرورة محسوبين علينا أو على فريقنا السياسي. بس ما بالآخر هن زد شي عانوا يعني بالآخر هيدا خصوصا يتهم الفريق اللي بتنتمي حضرتك لقاله أنه كل الفترة السابقة كان مستأثر بالسلطة وبالمؤسسات وبالدولة وبكل حقلي. يعني الموارد حتى جعل يعني لنفسه هذه الزعامة يعني من كل الأشخاص اللي كانوا ضمن هذا الحلف. نعم نقيمها موضوعيا. حكومة رئيس سنيورة الأولى، حكومة رئيس سنيورة الثاني، حكومة الرئيس سعد الحريري. حدا يدلني على كيدية واحدة انعملت بأي تعيين كمان رغم قلتها الشديدة، يعني التعيينات انعملت قليلة جدا
ولكن حدا يدلني حتى داخل الوزارات وين تم تصرف بكيدية. مش بكيدية، ما كان في فريق حاكم، يعني الفريق اللي اليوم عم يدخل الى المؤسسات. نعم. هيدي تجربة اولى له بالدخول الى المؤسسات، بينما انتم دائما كنتوا يعني. لا، كيف تجربة اولى له؟ مثل التيار الوطني الحر في تجربة من حكومة رئيس سنيورا الثاني هو موجود. نحن بهلا بهيدي الفترة اللي هي اول مرة بحس حاله قادر يدخل الى المؤسسات بقوة، كان موجود في حكومات وحدة وطنية. نعم، حتى يعني بحكومات وحدة وطنية في وزارات بعد معه، يعني في وزارات استلموها اذا عم نحكي تيار الوطني الحر بدءا من حكومه الرئيس فؤاد سنيورا الثاني، وحتى اليوم بعدها معهم، بعدها معهم، ما حدا شاركهم فيها. وقبل ما هن استلموها ما كانت معنا، كمان كانت مع حلفائهم السياسيين. بس انا عم اقول حتى داخل الوزارات لما عملنا بعض التعيينات على قلتها، هي تعيينات كانت اذا جاز التعبير بحياديه سياسيه. بس نحن اليوم اللي عم نشوفه بهذه الكيديه اللي عم يصير فيها التصرف، يكفي مثلا اذا جينا الموضوع المالي اللي نحكي عنه، هل الحقد الاسود بنبش ملفات وبنبش قبور، بعتقد جرب هالاسلوب هذا بال99 2000 وانتهى الى ما انتهى اليه. الكل اللي بيعرف شو انتهى، يعني ايه هو اللي عم تحكي عن فتره ملف الانفاق اللي يعني سنه 99 حكومه الرئيس الحوص يوما فتح. لا، هلا عم تحكي عن انه فتح ملف الانفاق بمرحلتي حكومه الرئيس سنيورا. مناقشه اي ملف هذا حق، مناقشه اي ملف هذا حق، ولكن مناقشه الملف بخلفيه كيديه. ويعني مثلا لما انفتح موضوع ال 11 مليار وصلنا 2000 مره شارحين شو هن ال 11 مليار، او بيجي بينشرح انه منذ ان اتت الحريريه السياسيه بين مزدوجين، هن بيحبوا يستعملوا هالتعبير، وانه لم تاتي الا بالخراب الى البلد. يعني هاي يعني بالحد الادنى هذا مجافي للحقيقه، ما حقول اكثر من هيك. فحتى ما بعد عن اساس الموضوع كثير، هكذا حكومه بهكذا اداء كيف بدنا نأتمنها تشرف على انتخابات، وخاصه في عدد لا باس فيه من وزراء هذه الحكومه يعني مرشحين وسقطوا بكل الانتخابات ترشحوا فيها قبل. يعني منهم ترشح بلديه، ومنهم ترشح بلديه ونيابي، ومنهم ترشح نيابي، ما مرقوا ولا بمره. هول بده يشرفوا على انتخابات مقبلة. كل هذه الأسباب دفعتنا، يعني الأسباب اللي قلنا ربع ساعة بنحكي فيها، كل هذه الأسباب دفعتنا لنقول نطرح حكومة إنقاذ حيادية. حكومة إنقاذ حيادية طيب، بس هدول الأسباب اللي حضرتك عم بتحطهم اللي هي مبادرة قامت بها قوى 14 أذار، هل هذه المبادرة شرط يستبق اي حوار مقبل؟ يعني اليوم لا حوار بصراحة يكون يعني الجواب، لا حوار مع اي من الفرقاء قبل الوصول الى حكومه انقاذ وطني، او لن تلبوا دعوه خلينا نقولها بشكل سليمان. خلينا نقولها بشكل اخر. طبعا نحن اول شيء بدنا نشوف الدعوه الخطيه للرئيس سليمان ماذا تتضمن، بس خلينا نقولها بشكل اخر، نحن مع انجاح الحوار ووضع كل العناصر المساعده لنجاحه، وبنعتبر من يعني من العناصر المساعده لهذا الحوار هو ان يواكب بحكومة إنقاذ حيادية. طبعا الحكومة مش هي حتشرف على الحوار، الحوار هو برئاسة فخامة الرئيس وفي لا علاقة للحكومة وفي أقطاب، ولكن ستواكب، هي بدها تنفذ، هي بدها تنفذ ما اتفقنا عليه سابقا، وهي بدها تنفذ ما اتفقنا عليه حاليا. زائد بيجوا بيقولوا لنا انه نحن نذهب الى الحوار دون شروط مسبقة. عظيم، ولكن هاي قصة شعب وجيش ومقاومة، اوعى حدا يقرب لها، ممنوع نحكي فيها. طيب شو بنكون عملنا؟ نحن عم نقول هذه الثلاثية اللي شعب وجيش ومقاومة اللي بيوم من الأيام حظيت بإجماع وطني كبير، هذا الإجماع لم يعد متوفر اليوم، ما بقى صار في فريق بأيده فريق ما بأيده. بدنا نروح لإيجاد حل لصيغة إجماعية، مقتضيات هذا الحل هو إنه واحد يروح دون ما هن عم بقول دون شروط مسبقة. نحن عم نقول دون شروط مسبقة. ولما عم نحكي عن موضوع الحكومة الإنقاذية، هي منا شرط، هي أن تواكب العملية، يعني يجب أن تواكبها. هي فكرتنا. لذلك أنا برجع بقول نعم للحوار مع وضع كل ما يساعد على إنجاح هذا الحوار، مش بس إنجاح عناوين الحوار، مش بس نطفئ حبر على ورق اتفقنا على هذه العناوين، كيف بدنا ننفذ هذه العناوين؟ لأن تنفيذها صار في بتصور ضرورة لكل اللبنانيين، صار في عنصر أمان لكل اللبنانيين، وعدم وصولنا إلى حوار مجدي وحوار منتج في استمرار لهذا القلق اللي عم نعيشه كله. بس يعني اليوم الرئيس سليمان حدد 11 حزيران موعد للحوار، يعني اليوم لحد اليوم انتو والقوات اللبنانية تحديدا ما عطيتوا جواب اصلا، ما استلمنا بعد الدعوة بس اذا استلمتوا الدعوة
يعني في امكانيه للنظر بالدعوه الى طاوله الحوار؟ ما في عندكم جواب اليوم يعني لا سلبي ولا ايجابي حاسم؟ اذا لا نحن عم نقول نحن مع الحوار مع انجاحه بنحط له العناصر اللي بتنجحه. من العناصر اللي بتنجحه ما في شروط مسبقه وان يواكب بحكومه انقاذ حياديه. بس بالصيغه الحاليه في حكومه الرئيس سنيوره، في دعوة لطاولة الحوار لحكومة الرئيس ميقاتي، في دعوة لطاولة الحوار وفي بنود أعلنها الرئيس على الملأ، يعني منا إنه هي استراتيجية دفاعية سلاح المناطق إضافة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا من بنود وإمكانية إضافة أي بنود لاحقة على طاولة الحوار. إذا بتلاحظي أنا عم بتجنب أي موقف سلبي، بمعنى أنا عم بقول نعم للحوار. مجرد وجود هذه الحكومة هو عمل سلبي، مجرد استمرار هذه الحكومة هو عمل سلبي. نحن عم نقول بدنا نذهب لحوار ناجح، مش هيك؟ ما هذا الحوار الناجح اللي بتكون هيك حكومة عم تواكبه؟ ما هذا الحوار الناجح؟ رد عليكم الرئيس ميقاتي أيضا بأنه أنتم كل الهدف أنكم أنتم تعودوا إلى السلطة، وكل هذا الهجوم هو بهدف العودة إلى السلطة وعودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة. نحن عودتنا إلى السلطة ما بعد انتخابات 2013 إن شاء الله، بس هلأ نحن عم نقول مش بالأجندة تاعتنا العودة إلى السلطة. نحن عم نقول هلأ عم نحكي عن حكومة إنقاذية حيادية، بالعكس نحن بس عم نقول. هو كمان بالمنطق اليوم دكتور أنه في حكومة وصلت أنه خاضت معكم هذه المعركة وكل ما تحملته أيضا من هجوم ومن ومن ومن، ما معقول كمان توصل قبل الانتخابات وتقول أنا رح أتنازل عن حق أنه أنا أكون مشرفة على الانتخابات لو كنت من أكثرية، ولتحكم الأكثرية ولتقرر الأكثرية أيضا أي قانون انتخابي ممكن يلائمها مثل ما صار سابقا. يعني مش هون فتحنا على نقطة بما خص الانتخابات. أنا بعتقد استمرار هذه الحكومة لتشرف على الانتخابات النيابية المقبلة، مش بس تشرف عليها، تحضير لإلها مثل ما قلتي في فترة التحضير، هذا يعني فتح باب الطعون في كثير من نتائج الانتخابات. طب ما في طعون من نتائج الانتخابات سابقا لم يبت بها اساسا. لا بط فيها بط فيها، بس ولكن في طعون هذه بالمال الانتخابي الذي صرف وما تم يعني الوقوف عنده. هذه حكومه لا تؤتمن على الانتخابات، ما فينا نؤتمن على الانتخابات. وبمعنى اذا في يعني الفريق الاخر مصر ان يركب راسه ومصر ان ياخذ هكذا مواقف، هذه المواقف ما بتساعد على، إذا عم نحكي بحوار وتواصل ما بتساعد، هذه مواقف متشنجة، هذه مواقف بعيدة عن المنطق. نحن عم نقول تعالوا نهديها، بتشبه هاي بتشبه، بتتذكري الخبرية الشهيرة بقوانين الانتخابات دائما كانوا بيتهمونا فيها وهن اللي مرتكبين، اللي هي حقلك لما بيجوا بيخبرونا مثلا عن قانون الألفين غازي كنعان بوقتها، شو بسموه غازي كنعان؟ ليش انعمل هالقانون هذا؟ انعمل بوجهة نظرهم انه خدمة للرئيس الشهيد رفيق الحريري. انا من فترة طلعت بالاعلام وخبرت موجز عن الجلسة او محضر الجلسة اللي اتقرت قانون الألفين، يوم معي الموجز بس بالاسماء مدعم. كيف يعني؟ يعني الجلسة اللي اقرت قانون الانتخابات كانت ب 22/12/1999، يعني آخر أسبوع من 99 اللي اشتهر عليه قانون الألفين. هالجلسة هاي عارض القانون 17 نائب وامتنع 4 عن التصويت وغاب 7 واعتذر 7. ال 17 اللي أيدوا هالقانون، عفوا اللي عارضوا القانون، 17 اللي عارضوا قانون الألفين مين هني؟ مع حفظ الألقاب رفيق الحريري، رفيق الحريري، أحمد فتفت، خالد الظاهر، حسين يتيم، عدنان عرقجي، يعني كانوا كتلة الرئيس وقتها، خالد صعب، هجوب دمرجيان، سليم دياب، يغيى جرجيان، بشارة مرهش، بهاء الدين عيد تاني، زائد محفظ ألقاب نجاح وكيم، مصباح الأحدب، نديم سالم، تمام سلام، نسيب لحود، وكميل زيادي. هول ال 17 اللي عارضوا القانون، يعني كتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبعض المستقلين الآخرين عارضوا. هلأ امتنع الرئيس الحسيني، نيلة معوض، محمود عواد، بطرس حرب، وغاب 7 واعتذر 7. مين أيد هالقانون؟ مين اللي أيده؟ حط بعض الأسماء حتى ما نقراهم كلهم كثار، 81 أظن أني أو أكثر. رئيس نبيه بري، الرئيس سليم الحص وهو كان رئيس الحكومة، غسان الأشقر، سيبوها فنانيان، أسعد حردان، ياسين جابر، أيوب حميد، عبد اللطيف الزين، علي الخليل، أنور الخليل، علي عسيران، أحمد سويت، سمير عزار، حسن علوي، سليمان كنعان، ميشيل موسى، مصطفى سعد،
محمد فنيش، محمد رعد، نزيه منصور، علي خريس، عبد الله قصير، علي حسن خليل، سليمان فرنجي، قبلان عيسى الخوري، اصطفان الدويهر، رياض صراف، فايز غصن، جهاد الصمد، إليل فرزلي، عبد الرحيم مراد، الياس سكاف، ابراهيم بيان، فيصل الداوود، ابراهيم امين السيد، عاصم انصو، مروان فارس، معين سكري، غازي زعتر، حسين الحاج حسن، عمار موسوي. انا انتقيت يعني بعض الاسماء ما قريتهم كلهم. وليد جنبلاط وين كانوا؟ كان غايب. وليد جنبلاط كان غائب عن الجلسة. بس نواب صوتوا معه. ايه صوتوا معه. ما بوقت الألفين لأنه نعم. صوتوا عليه للأنوار. صحيح. طيب. فبمعنى آخر هذه المقولة اللي دائما انه هذا القانون انه انعمل من شان الرئيس رفيق الحريري يعني كذبة اطلقت وشوي حيصدقوها الناس، هذه هي الحقيقة. يعني فيما خص قانون 2000 فيما خص قانون 60 رحنا على الدوحة بعد 7 أيار وبالدوحة صار تسوية. ضمن هذه التسوية عكست نتائج الأرض، نتائج الأمر الواقع، نتائج عملية 7 أيار، ومن ضمنها أصر الفريق الآخر على قانون 60. وكلنا بنتذكر العماد عون لما رجع من الطيارة على المطار وعمل هيك إنه استعدنا حقوق المسيحيين بقانون 60. هلأ صرنا نحن متهمين في القانون نحن اللي عملناه. الفريق الآخر شو مشكلته؟ وعلى مدى فترة طويلة مش فترة قصيرة يذهب بخيارات معينة يعتقد أنها بتربحه، بيخسر فيها، بعد ما يخسر فيها بيجي بده يلبسنا إياها نحن عملناها ونحن كنا السبب فيها. نحن عم نقول اللي نرجع لأساس موضوعنا، استمرار هذه الحكومة اليوم للإشراف على الانتخابات نقطة سلبية بتاريخ الحياة السياسية بالبلد. طيب هون أيضا كان عندكم البعض يقول فرصة ذهبية نعم. لسحب الثقة من الحكومة ولإقالة الحكومة بالبرلمان اللبناني، لماذا لم تستغل قوى 14 أذار هذا يعني الفرصة الذهبية؟ بعد فاصل إعلاني صغير تفضلي. مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونتابع حوارنا مع عضو كتلة المستقبل النيابية دكتور عمار حوري. دكتور حوري، البعض بيقول انكم انتوا ك 14 اذار بدكم هاي الحكومة تضل، وانه يعني في اكبر مش هفوات، عملت خطايا واخطاء جسيمة هذه الحكومة لتسقطوها، وكان عندكم بسهولة امكانية اسقاطها بالشارع، ولكن ما في قرار اقليمي ولا دولي باسقاط هذه الحكومة. الحكومة هاي ارتكبت خطايا، صحيح الحكومة هاي يعني عملت عمايل بالمعنى السلبي طبعا، صحيح. وإذا بنحكي يعني بمنطق أكثرية ومعارضة وأغلبية وأقلية، يمكن بالحسابات السياسية مصلحتنا تضل هالحكومة هاي لأنه عم تربحنا نقاط وعم تخسر الفريق الآخر نقاط، ولكن نحن مش هاي الزاوية اللي بننظر لها. نحن عندنا زاوية وطنية بننظر لها في مصلحة بلد أكبر بكثير من تقاذف كرة يعني في هذا الملعب أو ذاك الملعب، أو محاولة يعني تسجيل نقاط على بعضنا في قضية بلد، في اقتصاد بلد، في أمن بلد، في استقرار بلد، في سياحة بلد. كل هذه الأمور واللي شرحتها من شوي كمان تستدعي ذهاب هذه الحكومة إلى غير رجعة. برجع بقول نحن بحساباتنا الضيقة أحسن لنا هيك حكومة بتساعدنا على تسجيل نقاط للانتخابات النيابية، ولكن مش منظورنا هو الموضوع الانتخابي، منظورنا هو الموضوع أو المعيار الوطني اللي يقتضي ذهاب هذه الحكومة. بس هون يعني شو اللي بيمنعكم كان من سحب الثقة من هذه الحكومة بالمجلس؟ لا ما معنى أغلبية بس يعني كانت بوقتها البعض يقول كانت الأغلبية صارت مؤمنة، لأنه كان في يعني كان في فرق بالحضور عند قوى الأقل الأكثرية النيابية الحالية، وكان فيكم أنتم تغيروا المعايير بوقت. لا ما كان في عدد كافي من الأصوات. يعني لو نحن بقينا ما غادرنا القاعة كانت الحكومة حتاخد ثقة، يعني كان الغياب بس متوازن. بس ليش خرجتم؟ ليش ما عطيتوا لا ثقة للحكومة مجددا؟ طبعا نحن يعني الشيخ سامي جمي اليوم كان عنده اجتهاد معين نحترمه ولا بنتفق معه فيه. يعني رح تابع معك، لكن بالأخبار التي ترد أن وزير الخارجية عدنان منصور طلب من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تدخل الجامعة للمساعدة على إنهاء أزمة المخطوفين. لنتابع أكثر عائلات المخطوفين. معنا من الضاحية الجنوبية زميلة رشال كرم. صباح الخير رشال.
صباح الخير نانسي. يعني معلومة رشال بأن يعني اليوم هو أول أيام الصمت يمكن القول عند أهالي المخطوفين، كيف هي أجواء العائلات وأجواء الضاحية الجنوبية عموما؟ ننسي بطبيعة الحال الضحايا هي هادئة، هي حزينة إلى حد ما، ولكن هناك ترقب، هناك التزام بقرارات القيادات، كانت قيادة حركة أمل أو قيادة حزب الله، وهم ملتزمون بكل هذه الأمور. ولكن ننسي لابد من الإشارة، وفي جولة بسيطة على الصحف التي قرأناها اليوم نشير إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد ذكر للنهار بأن أحد من المخطوفين لم يتم إعدامه، وهو يؤكد مرة جديدة الرئيس بري أن المخطوفين بحالة صحية جيدة. كذلك أشار الشيخ بلال الدقماق لشريدة الشرق الأوسط أن أحد أسباب، وهو السبب المباشر بحسب الدقماق لإلغاء صفقة المخطوفين، هو خطاب السيد حسن نصر الله الذي أطل به في عيد التحرير والمقاومة. كذلك وقد سبق وذكرنا ذلك أن الشيخ إبراهيم الزعبي، وهو كان أحد المفوضين الأساسيين في هذه القضية، كان قد أعلن أنه رفع يده عن هذه القضية، وبذلك بالفعل قضايا اللغط، كثرة الوساطات أدت إلى زيادة المطالب بالنسبة لهؤلاء المخطوفين. وكذلك هم الأهالي لا يدرون، لا يصدقون من يجب تصديقه، هل القيادات، هل الشيخ الزعبي، هل بلال الدقماق، لا أحد يعلم ماذا يحصل. هناك تخوف من أن يتم نسيان هذه القضية شيئا فشيئا مع تقدم الأيام، ونحن اليوم في اليوم الثامن على اختطاف الأحد عشر الزوار في حلب في سوريا. ننسي. نعم، الزميلة رشال كرم من الضاحية الجنوبية لبيروت، شكرا جزيلا لك يا رشال. دكتور حوري، بالانتقال إلى يعني الملف اللي هو من الملفات الحامية اليوم، مثلا في هلأ تصريح لافت أيضا للمفتي أباني الذي يعني يعتبر فيه بأن وجود المراقبين الدوليين في سوريا أو مهمة المراقبين الدوليين باتت كشهادة الزور، كيف علاقتكم اليوم مع المفتي أباني؟ نحن دائما نميز ما بين عنوانين، مقام دار الفتوى، طبعا هذا مقام سامي نبيل، ما بنسمح لنفسنا ولا لغيرنا المساس بهذا المقام. شخص المفتي قباني طبعا يتمتع بالاحترام، في مكان آخر هناك اختلاف بينه وبينه على عدد من العناوين، هذا واحد سياسي من بالسياسة. بس البعض يقرأ منذ يعني استشهاد الشيخ عبد الواحد بأنه في نقلة بدأت بمواقف المفتي أباني، وبأنه هذا قد يفتح مجددا باب التواصل مع يعني تيار المستقبل. في مواقف، يعني طبعا استشهد شيخين جليلين، المنطق طبعا أنه دار الفتوى يعني تستنكر هذه الجريمة وتتخذ الخطوات اللي اتخذت، هذا منطق الأمور. يعني أيضا بالانتخابات، رئيس سعد الحريري يعني اليوم البعض يقول بأنه حبذا لو عاد على متن الطائرة التي وصلت إلى بيروت. رئيس سعد الحريري والانتخابات المقبلة متى سيعود بداية ليبدأ يعني الحملة الانتخابية فتحت؟ نعم. الكل بلش يحكي انتخابات، الكل بلش يحضر انتخابات، هل سيكون مرشحا بداية سعد الحريري كنائب عن بيروت مجددا؟ الرئيس سعد الحريري منه فقط نائب عن بيروت، الرئيس سعد الحريري زعيم سياسي أساسي بالمعادلة اللبنانية، وبطبيعة الحال سيكون في هذا يعني سيتحمل المسؤولية، ولا مرة هرب من تحمل المسؤولية. أما فيما خص يعني قرب الانتخابات والنشاط الانتخابي، كلنا بنلاحظ طول فترة غياب الرئيس سعد الحريري لم ينقطع عن التواصل الداخلي، وخاصة في الفترة الأخيرة مع تزايد النشاط السياسي في الداخل. رئيس سعد الحريري مش على تماس يومي، على تواصل ساعة بساعة مع كل الأحداث بكبيرها وصغيرها. هلأ بمرحلة سابقة معروف كان في سبب أمني يمنع العودة، أضيف له السبب الصحي بسبب الحادث اللي تعرض له. بإذن الله بالملف الصحي الأمور أحسن بكتير، وهو في مرحلة النقاهة، وإن شاء الله قريبا يتعافى تماما. يبقى السبب الأول موضوع الأمني، هو اللي حيحدد بالوقت المناسب موعد عودته، ونأمل يعني اللبنانيين اشتاقوا له والكل اشتاق له، ونأمل أن لا يكون الموعد بعيدا. طيب بس بالتحضيرات للانتخابات المقبلة، هل بدأ تيار المستقبل تحضيراته، ولا هو ينتظر القانون أو الحكومة التي ستشرف على الانتخابات؟
عندي جوابين أو ملاحظتين بالأحرى بالجواب تاعي. الملاحظة الأولى، الانتخابات هي مش تحضير الأشهر الأخيرة فقط، العملية الانتخابية هي عملية تراكمية، يعني هي تواصل مع الناس، رصيد مواقف سياسية ومواقف كلها يعني تتضمن هذه خارطة العلاقات مع الناس. أما إذا كان المقصود بالإعداد يعني اللوجستي اليومي، هلأ أول شيء يفصلنا سنة لسه عن موعد الانتخابات. اثنين، لم تتضح بعد ملامح قانون الانتخاب العتيد، هل حنكون على القانون الحالي، هل حنروح لقانون آخر؟ أبرز الترجيحات أنه تكون على القانون الحالي. هل نحن لا نتمنى ذلك؟ لا نتمنى ذلك. ليه؟ نحن نتمنى طبعا، نحن انطلاقنا دائما من الطائف. الطائف حكي عن اعتماد المحافظة دائرة بعد إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية بما يراعي مقتضيات العيش المشترك. طبعا للأسف ربما ولا مرة منذ الطائف حتى اليوم طبقنا هذه العناوين في قوانين الانتخابية المتلاحقة. هذا هو الوضع المثالي بالنسبة لنا. إذا ما قدرنا نوصل يعني للقانون المثالي، نحن نتمنى أن نصل إلى أقرب قانون منطلق من روحية الطائف، روحية ما اتفقنا عليه في الطائف. هل عندكم الجرأة النائب وليد جنبلاط برفض النسبية لأنها ستكون مشروع حرب إلغاء على أيضا تيار المستقبل؟ لا، نحن امتلكنا الجرأة برفض النسبية وشرحنا ليش. نحن قلنا النسبية في ظل الوضع الحالي وفي ظل السلاح غير الشرعي سيؤدي إلى انتخابات أكثرية في مناطق الفريق الآخر وإلى انتخابات نسبية في مناطقنا، يعني بمعنى آخر حيتاخد منا مقاعد بالنسبية والمقابل فريق الآخر حيحافظ على مقاعده. هذه ببساطة شديدة كان موقفنا. بس ما هي النسبية بالآخر أن تعطي لمن يمثل نسبة من التمثيل، يعني إذا بالفريق الآخر هن بيمثلوا بشكل يعتبرون الناخبين أنهم هن بيمثلون بشكل مطلق، فليكونوا يعني ليأخذوا الأكثرية أو كل المقاعد. إذا عندكم في تنافس أقله المتنافسين فليدخلوا إلى الندوة البرلمانية. هذا الكلام نظريا صحيح، عمليا لا. حقول ليش. ليه؟ ناخذ الانتخابات الأخيرة 2009 في مناطقنا، حصل كان في رأي ورأي آخر. هلأ نحن يمكن فريقنا السياسي بمناطق أخذ 60، مناطق 70، مناطق أقل أكثر اللي هو بمناطق الفريق الآخر لم تتح للمعارضين فرصة يعني لا فرصة الترشح كما يجب ولا فرصة القيام بحملة انتخابية كما يجب. كيف يعني؟ يعني ترشح كمان البعض يقول أنه عندكم المقارنة في بوجهن هالقد حوت مالي مش عم بيقدروا ايضا يعني ينافسوه، يعني الفريق يعني اذا بدنا نقول الكل ترشح فعلا ترشح، حتى بمناطق حزب الله وامل كان في لهم منافسين بالترشح ومعروفين يعني. مش إيه بس خلينا نوضح بهذيك المناطق شو القصه. يعني هنيك ترشح حدا مثلا نسفت سياره خيو، مثلا ما بعرف شو تعرض لشو، لمضايقات لازعاجات، ادت يا اما انسحب يا اما مؤيدين وما قدروا يعبروا عن وجهه نظرهم. نحن لما بنحكي عن موضوع السلاح وبنقول كل السلاح من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كل السلاح غير الشرعي عم نحكي، غير السلاح غير الشرعي، لازم يكون بإيد الدولة. والدولة هي يعني الجهة اللي بتعطي الأمان للكل مش لفريق معين. هلا تبين إنه هذا السلاح اللي قادر يوقف انتخابات اللي هو السلاح الفردي والسلاح الشوارع موجود عند الكل كمان. نشيله. نحن عم نقول كمان يعني انتم البعض يتهم بانكم صرتوا بنظريه انه اللي الكم النا والكم واللي النا النا، يعني الفكره انه يعني عم دائما بتصوبوا على سلاح حزب الله بينما في ايديكم ايضا سلاح. شوف والسلاح يقتل، يعني خلينا سلاح انه خلينا نميز بين عنوانين. لما اذا المقصود سلاح المقاومه الذي يتوجه باتجاه العدو الاسرائيلي، هذا السلاح لما كان موجه ضد العدو الاسرائيلي منه سلاح خلاف عليه. طيب ونحن كل تصورنا فيما خص استراتيجيه دفاعيه انه امره هذا السلاح تكون موحده. طيب امره هذا السلاح تكون انه لا مس بسلاح المقاومه جنوبا او الموجه باتجاه العدو الاسرائيلي، حتى باتجاه العدو امرته بدها تكون مع الدوله. طيب شو المشكل بالسلاح اللي بتعتبروه انه نزل على بيروت؟ السلاح مش بس بيروت، اي سلاح توجه الى الداخل هو سلاح مدمر. طيب يعني انتم كمان بدكم استراتيجيه دفاعيه؟
لانه يعني كتيار اليوم سياسي عنده التمثيل الاكبر شمالا وعنده التمثيل الاكبر في بيروت وتحديدا في المناطق التي تعتبر هي من مناطق الحمايه وخلايا تيار المستقبل، تبين انه السلاح اللي كان بايد مناصرين او عناصر من حزب الله وامل بسبعه ايار هو موجود بايد مناصرين او عناصر من تيار المستقبل بايار 2012 وكذلك يعني بالايار الماضيه، لكن بايار 2012 تجلى هذا الامر. خليني اقول شيء، ظهر بالفترة الأخيرة في أكثر من منطقة لبنانية سلاح متنوع، ما هيك؟ وهذا السلاح ما ظهر مع مجموعة يعني منتسبة إلى حزب معين، ظهر مع أنواع متعددة من الناس، عالم. مش مع جهة واحدة. ولماذا ظهر هذا السلاح؟ خلينا نناقش ليش ظهر هذا السلاح. لأنه بمراحل سابقة استعمل السلاح الآخر بالداخل، وإيش الدولة قالت له للمواطن؟ ما تأخذني، أنا ما أقدر أمن لك حمايتك. ومن يحمل السلاح في الفريق الآخر استمر ساعة بالتهديد ساعة بالوعيد. هلأ ربما كثير مواطنين بطريقتهم الخاصة تسلحوا، هيدا أمن قطعة، هيدا بيع صيغة مرته، هيدا عمل. وصلنا لمحل ما بيجوز الاستمرار فيه، وصلنا لمحل يجب أن يحصر السلاح بيد الدولة، ويجب أن تكون الدولة هي المرجعية الوحيدة، ويجب أن يقلع إكتار بالفريق الآخر عن التشاطر. تعرف ذكرتيني هون في هون تصريحين متطابقين للزميلين اللي بنحترمهم طبعا، الحاج علي عمار والاخ نوار الساحلي. يعني بعد الاحداث الاخيره الامنيه يعني خلى الناس ينسوا شوي انه هو الحاج علي عمار اللي حاكي، بس حاول شو اي انه صار اعتداء على مركز كذا في قلب بيروت النابض بالسلاح الخفيف والمتوسط ولساعات عديده. هذا انتهاك لحرمة بيروت وكل لبنان، وجريمة يحاسب عليها القانون لما تركته من آثار واضحة في المباني والممتلكات، وأدت إلى قتل وجرح العشرات، وروعت المواطنين، وسلبت الأمن والاستقرار. ايه؟ في تعليق من حدا؟ يعني هذا الكلام اللي عم بيقول الحاج علي عمار، يعني أنا بفهم وصف دقيق لما حصل، عم بيساعدكم باستراتيجيتكم الدفاعية. لا، وصف دقيق لما حصل في سبع أيام. ليه؟ أنه تيار المستقبل كمان صار عنده لازم حدا يساعد استراتيجية يعني دفاعية. أنا هوني لوضع حد لسلاح الشوارع يعني. خليني أتفق مع الحاج علي عمار على التعريف، يعني في جملتين حأرجع أقولهم. بيقول السلاح خفيف متوسط ساعات عدة، هيدا استعماله انتهاك لحرمة بيروت وكل لبنان. أنا هلأ بمضيله الحاج علي عمار، بتفق معه على العنوان هذا. وجريمة يحاسب عليها القانون، تمام، حاسب عليه القانون. بكل الفترات السابقة نحكي إذا بالمستقبل القريب من سبعة أيار لليوم لما تركته من آثار واضحة في المباني والممتلكات، بعد الآثار واضحة على المباني بس والممتلكات، بس كل هذا يعني هذه الآثار الواضحة. بعدين بيقول ما حصل يؤكد كذا، لا يتحمل الرأي الآخر لا في منطقته ولا في طائفته، فضلا عن أي رأي آخر في غيرهما إلى آخره. وبآخر شيء بيطلب حماية السياسيين والمواطنين. أنا بعلن يعني بوقع له على تصريح للحاج علي عمار، وهون تصريح متطابق للزميل نواف. بس هون المشهد كمان اللي بين ببيروت دكتور، كمان انه هالقد يعني هذا الكم من المعارك لاخراج شاكر البرجاوي بما يمثل اساسا شاكر البرجاوي. ربما البعض يقول بان تاريخ شاكر البرجاوي هو اقوى من حاضر، ويعني البعض يمكن كنتوا عم بتحاربوا صوره قديمه، لانه شاكر البرجاوي الحالي البعض يقول بانه ما عنده هذه القوه العسكريه ولا حتى هذه القوه الشعبيه لكي يكون كل هذا الكم من الرصاص. يعني بغض النظر، لأنه بتفصيل الموضوع انحكى كتير، بس بغض النظر عن تفصيل هذا الموضوع، أنا بقول الحل هو الدولة، والحل هو الجيش والقوى الأمنية الشرعية. الناس لما بتحس الدولة حامتها والجيش عم يحميها والقوى الأمنية الرسمية عم تحميها وما في حدا عم يستفزها، ساعتها المنطق الطبيعي أن الكل يلجأوا إلى الدولة. ولكن الدولة تغيب عن دورها والقوى الأمنية تكون يعني مش قادرة، وزيادة على هيدا يعني تجد تحديات واستفزازات من هون أو هنا، بعتقد
بنوصل لحلقة مفرغة. بس انتم كمان البعض يقول بانه هذا المشهد اللي كنتوا عم بترسخوه دائما انتم دعاة الدولة والتاريخ وتاريخ الرئيس تحديدا شهيد رفيق الحريري ببناء هذه الدولة وبالسهر على وضع فعلا آلية للمؤسسات وللدولة، انه اليوم ما بقى يرتبط بصورة تيار المستقبل نتيجة ما يجري. اول شيء تعرض للجيش اللبناني على لسان نواب لا هون بدي اشكرك على هالسؤال، يعني فرصه لنوضح نقطه اساسيه. تفضل. لما حصلت جريمه عكر وسقط يعني الشهيدان الشيخان الجليلان، بلحظتها صار في يعني رده فعل عنيفه باستشهادهم. هلا برجع بقول انا التحقيق بخبر كيف تفاصيل ما حصل، ولكن المحصله انه فيها الشيخين الجليلين استشهدوا. حادث كبير جدا اكيد، وحادث جلان. حتى ما قالوا بعض نوابنا في الشمال عن موضوع الجيش ويغادر او ما يغادر، ينسحب من عكا او ينسحب، برغم نحن ككتله لا نتبنى هذا الكلام، ولكن خليني اقول بتلك اللحظه بتلك اللحظه ربما كان الفكره منها هو منع مزيد من الاحتقان دم بعده. إيه يعني بمعنى، وهذا اللي حصل، انه الجيش تراجع يعني الى سكناته منعا لاي تفاقم شيء. وبتصور في حكم كان هو انه ابتعاد يعني بهديك اللحظه نبعد النار عن البنزين بهديك اللحظه كان فيها حكمه. ولكن خلينا نرجع ناكد نحن موقفنا الثابت الدوله الجيش والقوى الامنيه. هذا لا يمنع انه اذا في حدا غلط او تجاوز انه يتحاسب. محاسبه عنصر باي جهاز وين ما كان بتصير، اذا اخطا عنصر يحاسب، وهذا واجب، هذا بيحصن المؤسسات. نحن يعني باللي شافوا اللبنانيين كمان، حضرتك شفت المشهد، اول شيء الاستفزاز اللي صار استفز كل اللبنانيين بالتعرض للمؤسسه العسكريه، لانه كمان تم التعاطي مع الخبر انه خطا عنصر، اذا كان في خطا وقع من عنصر من الجيش اللبناني كمان لا يرمى به على كل المؤسسه وعلى قائد المؤسسه، وخصوصا انه تحديدا نائب خالد ظاهر ما له جديد عليه يطلع يحكي عن الجيش اللبناني. متفقين يعني. وحتى النائب خالد الظاهر رجع وضح بنفس النهار، رجع دائما بوضح يعني النائب خالد الظاهر، بس هو اساسا يعني عم يتعرض دائما للمؤسسه العسكريه. وهل البعض يعتبر اليوم يعني هل تيار المستقبل بات مخروقا من عناصر مثل ما البعض عم بيقول او من نواب صاروا بالنسبه لهم الاولويه هي اما للشيخ الاسير واما للسلفيين، ووجودهم هو يعني بس انهم موجودين مع تيار المستقبل؟ بالبيانات اللي صدرت عن تيار المستقبل وعن كتلة المستقبل وعن الرئيس سعد الحريري وعن الرئيس فؤاد السنيورة والكتلة وكلياتنا، يعني بشكل واضح جدا موقفنا واضح، موقفنا ما في التباس فيه. الدولة الدولة الدولة، الجيش الجيش الجيش، مع محاسبة من يرتكب أخطاء. هل هذا السبب استقال من أو استقال من كتلة المستقبل نيابي نائب معين المرعبي؟ اول مره بسمع الخبر، ما عندي اي فكره، وما يعني خبر يعني ما سمعته انه استقال، بس نقال انه هو استقال من كتله المستقبل، او انه هو يعني حتى ما يلزم اساسا المستقبل ككتله وكتيار بمواقف يعني هو بناقضها. ايوه عم يتواصل مع الكل، ما سمعته انا. لا حتى يعني خليني اقول، حتى زميلنا الاستاذ معين مرعبي غضبته هو للمنظر يعني اللي شفناه كلنا، منظر الشيخين الشهيدين، يعني عمامتين وعمامة رجلي دين، مش عمامة عادية، يعني كان حدث جلل فعلا. فبالتالي يعني هالردة الفعل العنيفة هيدا سببها. طب بس كمان كان قبل بيوم شفنا كلنا مشهد لعسكري لبناني لجيش لبناني بالأرض مرمى نتيجة قنص من الجهات المسلحة، للبعض بحملكم مسؤوليتها كتيار مستقبل، وبحمل أيضا يعني آل عيد عموما يعني رفعت عيد والنائب السابق أيضا علي عيد بحملهم مسؤولية هذه الدماء وهذه الأشخاص اللي هي مسلحة. في عسكري شفناه مرمى على الأرض نتيجة قنص، تعرض له ما حدا طلع عامل هالأزمة إنه البدلة الجيش اللبناني هي اللي عم تدفع ثمن التقاتل نتيجة تسليح بين يعني كمان بالآخر مثل ما هي كل لباس ديني أو غير ديني يتم التوقف أو عنده عسكري. لباس العسكري لابد من أن يكون في حدا كمان بدافع عنه. طبيعي يعني الجيش يعني من نافل القول تكرار المسلمات اللي عم نقولها،
ونحن لما عم نجي نقول السلاح فقط أن يكون بيد الجيش والقوى الأمنية، ونحن عم ندعم الجيش، عم نقول يا جيش أنت على الراس والعين، أنت اللي تمثل هيبة الدولة وتمثل الشرعية، نحن معك. ولكن بتعتبر أنه في خطأ ارتكب بالإسراع بالهجوم الكثيف على الجيش اللبناني، وبأنه بعض الخطابات تخطت اللي هو مش السقف المسموح إذا بدنا نقول، اللي هو السقف الوطني كمان، لأنه في مؤسسة أكبر من حدث ممكن. شوفي خليني أقول، هلأ اليوم الموضوع كله صار بيد التحقيق، ما هي طالما اتفقنا بيد التحقيق في مسلمات، هلأ التحقيق بدنا ننطره. الجيش اللبناني هو جيشنا كلنا، أي مرتكب كان بالجيش غير الجيش يحاسب كفرد، يجب أن يحاسب كفرد، هيدي يعني مسلمات اتفقنا عليها. ولكن أنا بقول لا يجوز بقى أن نستمر بحلول تبويس اللحى وهذا الأمن بالتراضي. ما بقى بيجوز. يعني مستعد يا المستقبل رفع السقف عن كل من يحمل سلاح سواء ببيروت أو بالشمال؟ ألف مرة صرنا رافعين السقف، ومنذ اللحظة الأولى طلع بيان الرئيس سعد الحريري وبيان رئيس وقت السندوري، يمكن في 3 دقائق بيناتهم، برفع الغطاء، رفع الغطاء، ما منغطي حدا خارج عن القانون. طب بس مش غطيتون سابقا كمان هذا الحكي قال على مجلس وزراء انه هدول الاشخاص اللي حاملين سلاح اليوم تمولوا من تيار المستقبل وتمولوا من كل سني في الشمال، وحتى تم الحديث مع رئيس ميقاتي ومع الوزير الصفدي ومع كل شخص بيعتبر انه في خزان بده يجيبه لعنده بشريا كرمال الانتخابات كرمال السياسه. ذكرتيني هون يوما ما كنت أنا نائب نقيب أطباء الأسنان، وكان النقيب بوجه له التحية البروفيسور إلي معلوف، كان عنده مقولة شهيرة بيقول السيد المسيح قال من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، بس السيد المسيح ما عاد قال إذا ضربك على الأيسر شو بتعمل. ما 3/4 الناس هول انضربوا على الأيمن بعدين الأيسر بعدين الأيمن بعدين الأيسر، طلعوا مرمين على قولة زياد الحماني. إيه فبالآخر تجي بتقول لهم بدكم تسكتوا بدكم كذا، يعني ما بقى بقدر أمنع واحد راح بيع صيغة مرته لجيب قطعة سلاح. ليه؟ حس الدولة مش عم تحميه، وحس في حدا عم يتعرض له دائما، ورجع بقول هذا غلط، هذا مش هذا الحل. الحل هو الدولة، الحل هو الشرعية. ولما عم نحكي عن شيل كل السلاح غير الشرعي ما بيجوز بقى يستمر الوضع على ما هو عليه اليوم. حتى في المناطق يعني صار الحادث تاع طريق جديدي، في فريقين كان، برجع بقول نحن يعني الناس كانوا مشكلين مش من فريق واحد. طب كان في مكتب فيه سلاح، ليش في سلاح هناك؟ طب هون كمان البعض بيقول انه نتيجه يعني تم الثناء على موقف السيد حسن نصر الله وعلى قدرته على ضبط الشارع تحديدا من بعد خطف الحجاج اللبنانيين في سوريا. هيدا الامر البعض يقول غير موجود اليوم عند الطائفه السنيه، والبعض من 14 اذار توقف عنده انه لو خرج الرئيس سعد الحريري متوجها الى أهالي طرابلس والشمال عموما وعكار تحديدا بضبط النفس ما كان رح يقدر يقول لهم، أو ما كان رح يقدر فعلا أنه يوصل لضبط النفس. كمية السلاح اللي تم يعني الاستعراض فيها بشكل استعراض قوة كانت يعني صدمة، حتى أثناء كان يعني أحمد الحريري عم يلقي خطابه ما كان عم ينسمع لأنه صار في إطلاق نار كثيف يعني، وما قدر يقول لهم روقوا يا شباب أنه المقارنة البسيطة، حزب الله هو حزب شمولي. هو حزب شمولي يعني ما في بيطلع قرار معين، حزب شمولي خلص تنفيذ، هو تنفيذ أعمى. نحن مش هيك، واحد اثنين مش واحدنا نحن بالساحة، يعني نحن لا ندعي احتكار الساحة، وحتى ببني تنظيمنا كتيار مستقبل نحن منا حزب شمولي، مش منا تنظيم عسكري وحزب شمولي بيطلع قرار نفس الصوره. مش حزب شمولي، شو هن الاحزاب اللي كانت بالشارع المحزبين؟ هن كانوا ناس يعني، كمان لنكون منطقيين يعني انه هن اهل الضاحيه اللي هن ناس يعني، كمان في منهم مع حزب الله بس مش انه هن منظمين بحزب الله لنقول إيه. لا بس البنيه تاع مجتمع حزب الله هي بنيه شديده التماسك، وبالتالي لما بيطلع قرار من قيادتها
القرار يعني ينفذ. اي بس هون المقارنه كانت انه مثل ما عم ينقال انه السيد حسن نصر الله يشكل بالنسبه للجمهور الشيعي عموما صوره القائد اللي بيسمعوا له واللي بيصدقوا له ما يقول له شغله. صوره مختلفه عنا هون. هل صحبت يعني هل صحبت مثل ما بيقولوا تم سحب البساط من تحت تيار المستقبل وانه اليوم السلفيين ما بقى فينا نقول انه البعض كان بيقول قد ايه بيمثلوا 2% او 3% بالشمال واخر الاحصاءات بتدل 3% انه لا في جمهور اليوم بدأ يقتنع بأن السلفيين قادرين أنه يحصلوا له حقوقه بظل غياب أو فراغ تركوا الرئيس سعد الحريري بغيابه. خليني أقول ولا لحظة الرئيس سعد الحريري ادعى حصرية تمثيل فريقنا السياسي، ولا لحظة تيار المستقبل قال يعني الأمر لي وأنا وحدي وزيحوا يا شباب ممنوع حدا يكون غيري. نحن نقر أنه بساحتنا السياسية في تنوع في تعدد وهذه ظاهرة صحية مش ظاهرة غلط. طبعا ظاهرة صحية لما ما يكون في سلاح، بس طبعا السلاح غير الشرعي اليوم مصيبة على الكل. مشان هيك هذا الفارق. بعدين يوم بتقولي لي في سلفيين في غير سلفيين، اوكي يعني بس اني ما رح يكون الوجه المستقبل وجه المستقبل يعني السلفيين انتو تيار المستقبل بس انا حيكونوا المستقبل لهم يعني هن بيمثلوا حالي. احيانا نتفق معهم احيانا نختلف معهم بمواقف معينة مثل اي فريق اخر. يعني نحن منع على تطابق مع الآخرين ومنع على الخلاف مع الآخرين، وبالسياسة أمرار تتقاطع نقاط معينة وبيكون هذا شيء طيب، وأمرار لا تتقاطع هذه النقاط أو هذه المواقف. لذلك هذا حجم القصة. نحن لم ولا ندعي حصرية تمثيلنا لساحتنا السياسية. بالمقابل نعم يعني الفريق الآخر وربما ثنائية حزب الله وحركة أمل هن بشكل أو بآخر في حصرية الشارع أقله حصرية القدرة على التنفيذ. يعني حتى إذا في أراء أخرى ربما مش متاح لإلها أن تعبر عن حالها، نحن عنا ما هيك وضع مختلف. مشان هيك الحل عنا وعندهم. هذا دليل ضعف أو قوة عندكم؟ البعض يعتبر دليل قوة عن لا أنا بعتقد دليل قوة عنا، دليل قوة عنا، لأنه الرأي والرأي الآخر هذا مطمح له دايما، والرأي والرأي الآخر هو اللي بيحصن المجتمع بالنهاية، مش الرأي الدكتاتوري أو الرأي الشمولي. نحن لهون بنوصل لنهاية لقائنا دكتور عمر حوري عضو كتلة المستقبل النيابية. أهلا وسهلا فيك. شكرا. مشاهدينا نحن لهون نختم حلقة الحدث، غدا حلقة جديدة من برنامج حدث، فكونوا على الموعد.